تلبية لدعوة مصرية، اجتمع مسؤولون أمنيون وسياسيون من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ لبحث ومناقشة سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلا عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.